طيب انا كنت لسه بحكي لكريم دلوقتي ان انا بحب اتابع برضو ردود الافعال والمتابعين بتوعنا على تويتر. حد كان بعت هو تحديدا اسمه استاذ احمد عادل بيقول يا جماعه مقدمه اكتر من رائعه تحيه للمراه المصريه، ولكن انا عايز اسالكم سؤال، ما هو سر المراه؟ اقول لك انا بقى سر المراه. بص يا سيدي، المراه مش عايزه غير حاجتين، اولا يكون في راجل جنبها او في ظهرها، تاني حاجه يكون في حنان ونوع من التواصل الجيد معاها. يعني اي ست في الدنيا هي مش عايزه غير حاجتين دول من الرجل، لان هي عندها ما يكفيها من ضغوطات زي ما احنا اتكلمنا، فعايزه تحس ان في حد في ظهرها، مش حد يعني متطلب بس ومش بيديها حقها او حتى بيطبطب عليها اخر اليوم. صدقوني الحنيه مع المراه مفتاحها، يعني لو عايزين من الاخر الحنيه مع المراه هي المفتاح. عامل المراه بحنيه، حسس المراه ان انت راجل في ظهرها، وسيب الباقي عليها. مش هقول اكتر من كده، عرفنا المعلومه وايه من المنبع، يعني المصدر الرئيسي. ولو في اي سيده تختلف معايا ابعتولي، بس انا متاكده انكم كلهم هيتفقوا معايا. قد يكون برضو جزء من سر المراه هو استحاله ان الواحد يعرف سرها. لا ده كلام بقى روايات. بالعكس بالعكس ده في مليون قصه واقعيه والله في الحياه يا كريم، وعبر التاريخ فيها رجاله قضت عمر كامل بتحاول تفهم هي المراه عايزه ايه. والله المراه بسيطه جدا جدا، بس هي عايزه بس اللي انا قلت لك عليه ده طبعًا. بس يعني الدعم من الراجل، لان دي طبيعه، يعني احنا اتخلقنا كده، احنا الاثنين في احتياج لبعض. فالست بما ان الراجل هو تقريبا، يعني مش تقريبا، هو الاقوى، هو المفروض يحتوي، فالمراه عايزه ده بس، وهي هتعمل كل حاجه تانية ربنا برضو مكلفها. وده على فكره مش تفضل من الراجل، المفروض ده عن الجداره وعن استحقاق بالزبط. يعني ده واجب عليه. انت عارف يجي بقى بمناسبه الكلام ده يقول لك الاوضاع اختلفت دلوقتي، السترونج اندبندنت وومن ومش عارف ايه. خليني اقول لحضراتكم، طبعا في نماذج يعني مختلفه، ولكن في العموم الست ليه بقت كده؟ لان هي مش لاقيه دور الراجل في حياتها. يعني ما فيش ست في الدنيا ربنا خلقها على فكره هتبقى عايزه تنزل وتشيل على ظهرها كل حاجه، بالعكس هي بتضطر انها تعمل كده. طب اقول لك على حاجه يا كريم برضو، يعني وفقا، بس دي دراسه 2018 اتعملت، طبعا ممكن يكون في دلوقتي تحديث لهذه الدراسه. الدراسه دي كانت بتقول لك ان 3.3 مليون اسره بتعولها امراه او سيده، فتخيلوا حضراتكم هذا الرقم الكبير. يعني وممكن يكون بقى الاسر دي الرجل مش موجود او متوفي او في طلاق طبعا. او هو قاعد ما بيشتغلش، يعني كل الاحوال موجوده. فالست برضو لو لقت الحياة اللي ربنا خلقها عشانها، ممكن جدا ان هي تتنازع عن فكرة ان هي تشيل وهي اللي تبقى الراجل في كل حاجة، بس ده مش معناه ان هي ما تشتغلش، لان برضو الشغل موضوع تاني. امال احنا كنا ليه من اول حلقة عمالين نقول ان الست المصرية حمالة أسية، وكواليتي الضغوطات اللي هي شايلاها على كتافها وعلى ظهرها صعب تلاقيها في اي حتة تانية في العالم، ولو لقيتيها مش هتلاقيها بنفس النوعية بأي حال من الاحوال. المرأة المصرية دي يتألف فيها كتب الحقيقة، لان فعلا ميكس عجيب جدا ما بين الرقة والحنان والدعة والبساطة، وفي نفس الوقت القوة والصلابة عند اللزوم، ووقت إن شاء الله وقت الحرب تلاقي الست المصرية في مقدمة الصفوف، مش ملهاش مكان في الصف الأول، تلاقيها بتعمل دور ما يفيد اللي بيحصل، فهي عمرها ما كانت منسلخة عن اللي حاصل. بعدين حتى جملة ان المراه هي نصف المجتمع، لو ركزنا في الجمله دي هتلاقي ان بالعكس ده هي المجتمع كله، ما هي اللي بتجيب النص الثاني اساسا، بتقوم وبتربي النصف الاخر. بالظبط. نرجع ونقول كل سنه وانت طيب. انت طيب يا كريم، مش لاقي هدايا ولا اي حاجه؟ لا اله الا الله، لازم نتعب بالتقصير يا اكسلانس. يعني نهتم بالمراه المصريه ونقول لها كل عام وانتم بخير. طيب. برضه قال لك مش شايفه هدايا. ماشي، كل عام وانتم بخير. ماشي يا سيدي.